النفايات الصلبة تعتبر مشكلة بيئية في معظم المحافظات الفلسطينية، لكنها لم تعد كذلك في محافظتي الخليل وبيت لحم، بعد أن أصبح بإمكان الآلاف من السكان فرز نفاياتهم بسهولة. حاويات صفراء خصصت لرمي المخلفات من الأوراق والكرتون كخطوة أولى ضمن خطة لإعادة تدوير النفايات. قمنا يعني قبل فترة بتوزيع مجموعة من الحاويات اللي بتعزز من فكرة الفرز من المصدر، وقمنا بنشرها في بعض الأماكن والضواحي في منطقة الخليل بهدف تعزيز الوعي لدى المواطن بأهمية الفرز من المصدر وأهمية تقليل من كمية النفايات. ما يتم جمعه من نفايات مفروزة ينقل إلى هذه المحطة المعدة لإعادة تدوير الكرتون وإطارات السيارات والمخلفات الطبية، بينما تنقل النفايات البلاستيكية إلى مصانع خاصة. هذا المركز تم إنشاؤه قبل نحو عام. موضوع إعادة فرز يعني الكرتون وبيعه للقطاع الخاص هو موضوع يعني بيساعد في تقليل كميات النفايات الكبيرة اللي ممكن تنتج بشكل يومي من المحلات التجارية ومن المنازل. وفيما يبلغ حجم النفايات التي تخلفها المحافظتان نحو 600 طن يوميا، يعاد فرز حوالي 6 أطنان من الكرتون يتم ضغطها وبيعها إلى مصانع لإعادة إنتاجها داخل إسرائيل، ما يعتبر غير مجد برأي المراقبين. استغلال هذا الكرتون أو فصله عن باقي النفايات العضوية والمحلات التجارية وجمعه في حاويات خاصة هو شيء يعني يعتبر خطوة جيدة في سبيل الفصل النفايات، لكن المشكلة إحنا أصبحنا جباع للمصانع الإسرائيلية، يكلفنا جمع بواسطة آلات عمال وفرز وضغط وكبس الكرتون ثم يرسله لمصانع إسرائيل. عملية تدوير النفايات بدأت فعليا على الأرض، إلا أنها لا تزال تصطدم بقلة وعي المواطنين بأهمية فرز نفاياتهم، ما يدفع بالمجلس الأعلى لإدارة النفايات لتثقيف المجتمع بأهمية ذلك. النفايات هي النفايات، لكن ثمة فرق بين من ينظر إليها كعبء كبير ومن ينظر إليها كثروة مستقبلية تحقق الربح الوفير وتحد من مخاطرها على البيئة. من داخل محطة ترحيل النفايات بمدينة الخليل، حمزة السليمي، تلفزيون وطن.